بسم الله الرحمن الرحيم. التجربة اللي عندنا هي تجربة نوتل للتبريد. الغرض منها هو تعيين الحرارة النوعية للسائل باستخدام سائل تاني. السائل التاني اللي عندنا هو المية. طبعا في التجربة دي بيبقى عندنا تو ايدنتيكال كالوريمتر، ادي الكالوريمتر الاولاني وادي الكالوريمتر التاني. في البداية باخد كالوريمتر منهم وبحطه على الميزان وبعين كتلته وهو فاضي بالشكل ده كده، وبعدين باخد الكالوريمتر ده وبحط فيه كيلتينه مية بالشكل ده كده، وبعيد وزنه تاني باستخدام الميزان. يبقى انا عندي وزنه وهو فاضي وعندي وزنه وهو فيه الميه. بطرح الاثنين من بعض وبجيب كتله الميه. بعد كده بجيب الكالوريمتر الثاني وبعين كتلته وهو فاضي بالشكل ده كده، وبعدين بجيب الزيت او السائل الثاني وبحطه في الكالوريمتر ده بالشكل ده كده. لازم اراعي ان حجم الزيت مساوي حجم الميه. بعد كده بنقوم حاطين الزيت على الميزان وبنعين كتله المسعر والزيت، وبنطرح الاثنين من بعض يدينا كتله الزيت. بعد كده بنجيب الاثنين كالوريمتر دول وبنحطهم هنا كده، وبنقوم سدين كده. طبعا عندي اثنين سرمومتر، بحط سرمومتر في قلب الميه وسرمومتر تاني في قلب الزيت، وبشغل السخان وبسخن لحد ما درجة الحرارة اللي عندي توصل لحد 90 درجة مئوية. أول ما درجة الحرارة توصل ل 90 درجة مئوية ببتدي أعمل الكولينج كيرف أو منحنى التبريد. بنعمله إزاي؟ عن طريق إن إحنا بنبرد في إناء تاني بالشكل ده كده، وبقعد باستخدام الستوب ووتش كل دقيقة باخد قراية المية وقراية الزيت. خلاص؟ كل دقيقة لمدة تلت ساعة. بعد كده بنقوم ممثلين الكلام ده برسم بياني، بحيث على الاكس اكسس التايم وده بالمينت، وعلى الواي اكسس التمبريتشر ودي بالسيلسيوس. المفروض بيديني تو كيرفز بالشكل ده كده، بمثلهم بيانيا وباجي عند درجه حراره معينه وبطلع بخط مستقيم كده، قطع الكيرف بتاع الووتر عند نقطه، بنقوم نازلين بعمود وبنحسب التي واحد. قطع الكيرف بتاع الاويل عند نقطه، بنقوم نازلين بعمود وبنحسب التي 2. وبعدين بنعوض في العلاقه دي كده وبنحسب قيمه السي للليكويد او السبيسيفيك هيت للليكويد اللي عندي، دي بتطلع بالجول على الكيلو جرام في السلسلة.